السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم هو عن أحد تطبيقات الأوفيس 365، هو تطبيق الوان درايف. يمكن الوصول إلى الوان درايف بالدخول إلى صفحة الأوفيس 365 كما سبق وتم الإشارة إليها فيما قبل، إما الدخول عليه من هذه الأداة أو بالضغط على أداة أقصى يمين الواجهة، فتظهر لنا تطبيقات الأوفيس 365 ومن ضمنهم تطبيق اليوم وهو تطبيق الوان درايف. عند الضغط عليه يتم فتح تطبيق الوان درايف، فتظهر الواجهة كما نرى. قسمت الواجهة إلى أكثر من قسم، أهمهم قسم بجهة اليسار حيث يوضح فيه بداية أداة البحث search، عند البحث عن أي ملف داخل هذا التطبيق أو عن البحث عن أي مجموعة من المجموعات داخل هذا التطبيق. يليها مباشرة اسم صاحب الحساب، ثم قائمة باسم files، عند الضغط عليها يظهر الشكل كما هو موضح حيث مقسمة إلى مجموعة، وقائمة files نرى فيما بعد كيفية إظهارها، إما تظهر بهذا الشكل مقسمة بأسماء الملفات وبتاريخ الملفات الذي تم مشاركة فيه وآخر تاريخ للتعديل وحجم الملف وعملية مشاركة الملف. إذن يظهر لنا شكل الملفات في البداية مقسمة كذلك بشكل تفصيلي. هل يمكن إظهار الملفات بشكل آخر؟ نعم، من الأداة الأعلى عند الضغط عليها في أقصى اليمين، نضغط عليها فتعطيني معينة بشكل آخر للملفات ويتغير شكل الأداة. إذن الضغط عليها مرة تظهر لي الملفات بمعلوماتها تفصيليا، والضغط بمرة أخرى تظهرها بشكل أكثر كبرا في الحجم. اتضح لي هنا مجموعة الملفات أو المجلدات التي تم عمل مشاركة لها. ما زلنا في القائمة جهة اليسار، الاختيار الثاني وهو رسام، وهي عمليات آخر ملفات تم التعامل معها، تظهر لنا كما نرى. كل عمليات الملفات التي تم مشاركتها مع أفراد آخرين خلال هذا التطبيق. ثم الاختيار رقم 3 في هذه النافذة هو Shared with me، الملفات التي تم عمل مشاركة لها، وكذلك تظهر تفصيليا إذا أردنا تغيير آلية الإظهار لها عند الضغط على الأداة في أقصى اليمين كما سبق وأوضحنا. الاختيار الرابع هو سايكل بن، وهي سلة المحذوفات. عند الضغط عليها يظهر جميع الملفات التي تم حذفها، إذا أردنا حذف أيضا بعض الملفات من داخل هذه السلة علينا بتحديدها ثم حذفها من داخل السلة، أو إذا أردنا إعادتها مرة ثانية
أي أنها بعض الملفات التي حذفت بالخطأ، فأيضا يتم تحديد الملف المطلوب ثم عمل restore selection، يعني أعد لي ثانية الملفات وأخرجها من سلة المحذوفات. إذا أردنا تحديد جميع الملفات فنضغط في أعلى القائمة على أول اختيار، ثم نضغط على إفراغ سلة المحذوفات كاملة، فيتم حذف جميع ما بها من ملفات. وهنا في هذا الموضوع، وهو الجزء الأول من شرح ألوان درايف أحد تطبيقات الأوفيس 365، تم التعرض بشكل الواجهة. في الجزء الثاني مشيئة الله يتم شرح كيفية عمل مجلد داخل هذا التطبيق، كيفية رفع مجلد ثم مشاركته مع الآخرين. ولكم منا جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله.